أشرف وزير الطاقة والمناجم على رأس وفد هام من قطاع الطاقة بافتتاح منجم الفوسفات ببلاد الحدبة ومعاينة موقع إنجاز مشروع مصنع تخصيب الفوسفات، والذي يعتبر مشروعاً محورياً لتوفير المادة الأولية اللازمة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في الجزائر، والتي ستستخدم في دعم وتطوير القطاع الفلاحي الوطني، حيث تقدر احتياطيات الحوض الفوسفاتي بشرق البلاد بأكثر من 3 مليارات طن، وبطاقة استخراج تصل إلى أكثر من 10 ملايين طن سنوياً من الفوسفات الخام، وتوفير 6 ملايين طن من الفوسفات المخصب والقابل للتسويق لتلبية احتياجات التحويل الصناعي. وثمن الوزير بهذه المناسبة جهود كافة الأطراف المشاركة في إنجاح هذا المشروع الحيوي على غرار سوناترك وسوناريم والعديد من الشركات الوطنية، داعياً إلى التضافر جهود الجميع لضمان الالتزام بالجدول الزمني وتحقيق الأهداف المنشودة، تماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية في تحويل الجزائر إلى قطب صناعي قوي قائم على استغلال الموارد الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.